اشرح لحاتم بيه الموقف كله على بعضه علشان يسيبني. اهدى يا قرموطي. يا اخ قرموطي، حاتم بيه عارف كل حاجه. كل حاجه؟ من اول يوم شفتك فيه. يعني من اول قتيل لحد الاخ سلمت؟ ايوه. يا سلام، ابوس الشرطه واحده خطف كده. هو اسمه سلمت؟ ايوه يا بيه، ما هو سلمت ده التوينز بتاع انست. اصل زي ما تقول انست هو اللي قتل صفاء وسعيد، وعمك خير المخرج هو اللي قتل انست. قام جاي سلمت اللي هو اخو انست التوينز بتاعه خلص على اللي قتل اخوه. وكله بيجري ورا الظرف. الظرف يا سعاده الباشا، احنا مش في الظرف دلوقتي، احنا معلش احنا بنتكلم يعني في اخو مشيره، احمد اخو مشيره مخطوف والمطلوب مننا ان احنا ننقذه دلوقتي يا باشا. بعد اذنك يا حاتم بيه. اتفضل يا باشا، ده مكتبك. يعني ده وقت مشاريب يا كامل بيه، احمد هيتقتل يا باشا. عمرودي احمد حبيبي يا ابني، حبيبي يا ابني، حد عامل فيك حاجه يا ابني؟ ضربوك ولا عامل فيك ايه؟ انت بخير حبيبي يا احمد، حبيبي يا ابني، بالراحه يا ابني، حبيبي يا ابني. الحمد لله انك بخير يا عمود. الحمد لله انك بخير، الحمد لله انك بخير، الحمد لله يا احمد، يا حبيبي يا احمد. يا سلام يا سلام، الحمد لله انك بخير يا عمود. الحمد لله انك بخير، الحمد لله انك بخير، الحمد لله يا احمد، يا حبيبي يا احمد. الحمد لله انك يا عمود. الحمد لله انك بخير، الحمد لله انك بخير، الحمد لله يا احمد، يا حبيبي يا احمد. يا سلام يا اخ قرموطي. يا اخ قرموطي ايه احنا مسكنا الشخص اللي كان معاك انت واللي اسمه سلمت، وهو اللي دلنا على مكان احمد. يا خسرت الخمسة كيلو دقيق. دقيق ايه يا اخ قرموطي؟ لا ما تاخدش في بالك يا سعاده الباشا. العب سعاده الباشا، سوينا ما هو اهو. تعالى نضحك، هوريك الوجه، هوريك الوجه، هوريك الوجه. اقعد على سعاده الباشا، سوينا ما هو على الحصان. قوم يا قرموطي، قوم على الحصان. ايه الله يا باشا، معلش قوم عليها وفنانه. عايزنا نعرض على المساعد سويلم عبد الرؤوف ليه؟ ده من رجالتنا. ايه ده، لا مؤاخذه سعاده الباشا، عم سويلم تبعنا؟ ما قلتش ليه كده يا راجل. الله الله الله، ده طلع دفعه واحده معايا اهو، ما شاء الله. اهلا وسهلا. بص للشرطه ورجال واحده خطف كده، ربنا يكرمك يا رب ويعلي مراتبكم. لا مؤاخذه يا عم سويلم، طلع تبعنا. شفت بقى؟ ما هو سويلم ده بقى اللي كان بيحميك مع مشيرة. مشيرة 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 الولية اللي اسمها جون اليزابيث جون ديت موجودة عندها مشيرة دلوقتي، والولية ديت شرانية وممكن تأذيها يا اخوانا. متشكرين يا عم سويلم، اتفضل انت بقى علشان تلحق مراقبة صبحي. حاضر يا فندم، مع السلامة. شوف يا اخ قرموطي، علشان ننقذ مشيرة لازم ترجع تظهر في الفندق تاني. الست لما هتشوفك هتتصل بيك علشان تاخد منك الظرف قصاد مشير. اسلمها الظرف ازاي يا باشا والظرف فيه كل اسرار البلد؟ معلش احنا بنتكلم يعني. ما تخافش، احنا مرتبين كل حاجه. يا سعاده الباشا مشير لو حصل لها حاجه قلبي وربي هيفضل غضبان عليه كل يوم الجمعه. اطمن اطمن يا قرموطي خالص، احنا عاملين طوارئ لحد مشيره ما ترجع بالسلامه. ماشي يا سعاده الباشا، تسمح لي اخد احمد بقى لا مؤاخذه وارجع بيه لامه وبالمره اطمنها على مشيره؟ مفيش مانع، روح معاه سليم. تمام يا فندم. كنت هتموت، كنت هتموت. الحمد لله ان انقذتك في اخر وقت يا حبيبي يا ابني. تعالى طمن امك عليك، تعالى. احنا متشكرين على تعاونك معانا يا حاتم بيه. على ايه يا فندم، ده واجبي، وعلى راي القرموطي لا شكر على واجب. ربنا يوفقه في المهمة دي. طب ما اطلع معاك يا قرموطي. تطلع معايا تعمل ايه يا سعادة الباشا؟ ده موضوع في منتهى السهولة. عيل هسلمه لأهله وانزل على طول، فيها ايه خطر؟ يلا يا طب خد امسك. يا باشا
ايدي ولعت ايه يا سليم باشا؟ ولعت ايه يا قرموطي؟ ده جهاز ارسال، اول لما تدوس على الزرار ده هسمعك على الجهاز ده ان شاء الله، وهسمع اي حوار بيدور حواليك. يا سلام على التكنولوجيا بقى، ده جهاز ارسال شبه الصاروخ اللي طلع بيه النايل سات، مش كده يا باشا؟ والله وده شغال بالبطاريات ولا نعمل له توصيله من فوق؟ معلش احنا يا سيدي شغال بالبطاريات. شغال بالبطاريات. المهم اول لما تحس باي خطوره دوس على الزرار ده وخلي بقى عليه. المهم ادوس على الزرار، حضرتك تيجي على طول مش تجيني بعد ما اموت يعني. حاضر. الاقي منه عند مرقه بتاع الكلمه ده بس حلو وشغال. يلا يا ابدا سلمك لحضن امك علشان تحس بالامان الحقيقي. يلا هات على مهلك يا حبيبي، على مهلك. جيت لقضاك يا قرموطي. عجلنا برجلين دلوقتي بقى، ورق اللعب كله اتجمع في ايدي. مساء الخير، الست ام مشيرة موجودة؟ موجودة. يا مساء، ده مسخنتك ده ولا مين يا ابني؟ ما اعرفش، الاول مرة اشوف. اول مرة. ماما، الست مشيرة. ازيك يا سفاح النسوان؟ نسوان، اهلا وسهلا بام 44. دلوقتي بقى هتجيب الظرف ولا لسه عند حضرتك مانع؟ لا انا هديك كل حاجه اللي انت عايزاها، بس الاول تسيب العالم دي ونتكلم مع بعض. من انتوا مان؟ معلش احنا بنتكلم، الناس دي ملهاش اي ذنب. صح، الناس دي ملهاش اي ذنب. الناس دي بقى حمايتي يا قرموطي لحد ما اخد الظرف منك واخرج من البلد. يا مدام كون انا اللي معايا الظرف وانا، معلش يعني مش مالي عينيكي ولا ايه؟ يا سلام، ده انت تملى عين الباشا. تملى عين الباشا؟ انا اتاكدت دلوقتي انك مش خواجه. في خواجه تقول تملى عين الباشا؟ ده انت طلعت من عين الصيره. يلا يا قرموطي ما تضيعش وقت. حاضر، بس ممكن اولع سيجاره عشان اعصابي متوتره؟ السجاير مضره بالصحه. وده يعني اللي مش مضر بالصحه يا اللي سامعني قرموطي؟ يا نور، بعدت اعصابي بغني. هتيجي دلوقتي انت ومشيره معايا الفندق علشان تديني الظرف. الفندق والاستاذ ده هيفضل هنا مع الحاجه والولد. هتديني الظرف هتصل بيه سيبه، مش هتديني الظرف وهتلعب بنيلك. انت حر. موافق؟ معلش يا ست مشيرة ورطتكم معايا. ياللي سامع خلصوني. وده وقته يا ست مشيرة. ده ايه؟ فكك الاول وبعدين. والله مش وقته، عيب كده. رقي. يلا يا ست مشيرة. الموقف بقى خطير جدا يا سليم. انا شايف يا فندم اننا نعمل هجوم مكثف يربك مدام جوندي. لا يا سليم، احنا كده بنعرض ارواح كثيرة للخطر. انا عندي فكرة، ممكن تخلينا نهجم على مدام جون دي من غير ما تلحق حتى تدوس على زناد مسدسها. خش. بص المفتاح ده، كده النور يولع، كده النور يطفي، كده النور يولع، كده النور يطفي، كده النور يولع. مفيش حد يجي. ادخل موتي دوقت. بص بقى، احنا وصلنا لنهاية الخط. فين الظرف يا قرموطي؟ بلاش يا قرموطي، دي اسرار البلد. اخرفوا. والله العظيم يا رب، عندك حل تاني قولي، ما عندكيش نقطيني بسكاتك يا ست مشيرة. انت بتعارضني يا قرموطي؟ وهولعلك في مناخيرك. بس انت وهي. حاضر. فين الظرف يا قرموطي؟ الظرف في الدولاب. فين الدولاب؟ الدولاب ورا. روح يا ست، بخلطي. استغفر